وزيرة خارجية النمسا عروسا والرئيس الروسي ضيفا، لكن تسلم العروس النمساوية باقة الورد من الرئيس الروسي لم يمر مرور الكرام، فالبعض اعتبر باقة الورد الترجمان الأكثر طلاقة بين روسيا والنمسا. فالمعارضة النمساوية وجهت انتقادا شديدا لحضور بوتين، معتبرة أنه يضر بدور فيينا التي تتولى الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي. هذه الرقصة بين وزيرة خارجية النمسا والقيصر الروسي لم تمر مرور الكرام أيضا، ليس لأن بوتين المعروف للجميع بصلابته وجديته يرقص مع العروس بصورة عفوية، بل لأن المعارضة النمساوية تخشى أن تكون الرقصة على طريق محاولات روسيا تطويق خصر أوروبا. وهنا يتساءل زعيم الاشتراكيين الديمقراطيين المعارض في النمسا، كيف يمكن أن تلعب الرئاسة النمساوية للاتحاد الأوروبي دور الوسيط النزيه بين موسكو ودول الاتحاد؟ أما هذه ففرقة أحضرها الرئيس الروسي لتأدية أغنيات للعروسين، وهي فرقة مرحب بها وبمن أحضرها، لا سيما من جانب هاينز كريستيان شتراخا نائب المستشار النمساوي وزعيم حزب الحرية اليميني، الذي دعا إلى إنهاء العقوبات التي يفرضها الاتحاد الأوروبي على روسيا. إذن فهمت الرقصة، ومن أيدها ومن عارضها.